كانت هناك أمور اللي خلتنا نعود ونرجع للفريق ورجعنا ليه بوعود من الجميع أننا الناس كل تتعاون، ولاية، بلدية، رجال أعمال، غيرها، رئيس مجلس شعبي ولائي. ولكن بعد إحنا بدينا لقينا رواحنا وحدنا، لقينا رواحنا بإعانة نتاع 15 مليار ونص تاع ولاية نسيروا في فريق في الرابطة المحترفة الأولى بريكريتمو، بتربص في تونس، بلونجاجمون تاع 300 مليون بغيرها، نسيروا في فريق في الرابطة المحترفة بديون نتاع الرابطة في ذاك الوقت 150 مليون، نسيروا في فريق نتاع الرابطة المحترفة الأولى ونبداو مع واحد في الكونت تاعو 20-30 مليار. الفريق الوحيد في الرابطة المحترفة الأولى اللي ما عندوش شركة راعية أو شركة إشهارية في القميص تاعو، وراكم لاحظتوها طبعا. طلبوا من رئيس الجمهورية، وإحنا راهم يتكلموا إن شاء الله على الجزائر الجديدة، الجزائر إن شاء الله نتمنوها كل اللي ما يكونش فيها ظلم وتكون فيها عدالة، نتمناه من رئيس الجمهورية ينظر للمنطقة هذه، لأن منطقة الحضنة منطقة كبيرة جدا ومنطقة شاسعة. انظر منطقة الحضنة قداه فيها، راهي تبدا من سيدي عيسى تخلص في باريكا، ومنها من الجلفات راهي تخلص في سطيف. إذا منطقة كبيرة عندها فريق فريد في الرابطة المحترفة الأولى هو فريق نجم شباب مقرى. وهذه المنطقة أكل نهار احنا كشفت انت مثلا الملعب 10,000 ما يكفيش، 10,000 أنا متأكد 10,000 متفرج ما يكفيش هذه الجماهير اللي موجودة هذه. نتمناو التفاتة منه وكذلك رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة يلتفتوا للفريق هذا، شركة راعية أو سبونسور أو كذا. احنا ما نطلبوا العدالة نتاع 100%، نطلبوا عدالة نتاع 20% فقط.